دكتور احنا لسه كلامنا مع حضرتك يعني مستمر، بس كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت الآباء والأمهات عن مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال، ازاي بيتصرفوا مع أولادهم لما بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل سلبي. خلينا نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا. السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عالم كبير جدا بقى موازي للعالم اللي احنا عايشين فيه. يا ترى الامهات بيتعاملوا ازاي مع فكره التواصل الاجتماعي وسائل السوشيال ميديا مع الاطفال؟ يا ترى بيتعاملوا معاهم ازاي فكره تقنين الوقت؟ يا ترى بيقدروا يحافظوا عليهم من خطوره السوشيال ميديا؟ اكيد ليها ايجابيات واكيد ليها سلبيات، وكل ام ليها طريقتها في التعامل مع اطفالها. تعالوا نشوف بيتعاملوا ازاي مع اطفالهم. يلا بينا. حضرتك عايز تقول لي اولاد حضرتك قد ايه، وولاد ولا بنات؟ عندي ولد 20 سنه وبنت 17 والولد الاخير 12 سنه تقريبا. اولى اعدادي وثانيه تجاره ثانوي. معايا 21 سنه و18 و15. طيب هل شايفه ان السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون ليها خطوره عليهم؟ لا، هو التليفون اصلا مش حلو كله. والله الموضوع مأثر علينا كتير، يعني مأثر علينا جامد، لان طبعا انت لو غفلت عنهم شويه ما بيصدقوا، يعني ممكن يبقى الولد قاعد بيوهمك انه بيذاكر، وطبعا بقى موضوع الاونلاين بقى نصيبه كبيره بالنسبه لنا، فما انتش عارف هو بيذاكر ولا قاعد بيلعب. والله هو بياخد الوقت كله بتاع الاطفال، يعني بيسرقهم بمعنى صح من الدراسه، وبيسرقوا من حياتهم العمليه والعلميه. انا نفسي يمنعوه من مصر اصلا. يمنعوه خالص؟ خالص. طب الساعة اللي هما بيقعدوها دي ازاي بتقدري تتحكمي في الحاجات اللي هما بيتفرجوا عليها؟ ممكن تبقى حاجات مش كويسة، حاجات سلبية، بتتحكمي في ده ازاي ولا ما بتقدريش تعملي ده؟ بتحكم فيها متابعاهم. لا، أنا الصراحة باخد الموبايلات منهم وبحدد لهم ساعتين في اليوم. اللي بيعمل واجبه بخليه يمسك الموبايل، مش بيعمل ما بديلوش الموبايل. يعني بحاول دايما اشوفها دخلت على ايه وايه اللي ده الحاجات اللي دخلت عليها، وامسك موبايلها وابص عليه كتير. هي وكل الاطفال اكيد فيها خطر عليهم، في خطر كبير كمان. حتى قصه ان احنا نخليه عدد ساعات معينه ونقنن الوقت والكلام ده كله، لا طبعا مش صح. لازم كمان ابقى عندي خبره ان انا مثلا احط ابلكيشن اوصله بتليفون وابقى عارفه ابني بيتفرج على ايه.